السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متباركين بمولد أمير المؤمنين علي عليه السلام. وقال عليه السلام: من أصلح سريرته أصلح الله علانيته، ومن عمل لدينه كفاه الله أمر دنياه، ومن أحسن فيما بينه وما بين الله أحسن الله ما بينه وبين الناس. بما معناه أن الأعمال الظاهرة تبع للأعمال الباطنة، فمن صلح باطنه صلح ظاهره وبالعكس، وذلك لأن القلب أمير مسلط على الجوارح، والرعية تتبع أميرها. ولا ريب أن من عمل لدينه كفاه الله أمر دنياه. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله.